انطلقت فعاليات الدورة 12 من سوق عكاظ التاريخي في مدينة الطائف في حفل رعاه أمير مكة الأمير خالد الفيصل. حفل الافتتاح شمل لوحات شعرية وغنائية ومسرحية مستوحاة من التراث العربي بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين. الهيئة العامة للثقافة أعلنت عبر حسابها على تويتر عن حفلين غنائيين ضمن فعاليات سوق عكاظ ستضم الفنانين محمد عبده وعبد الله الرويشد وكاظم الساهر وماجد المهندس، وهو ما ضجت معه مواقع التواصل، خاصة وأنها ستكون الحفلة الأولى لكاظم الساهر في السعودية، حيث نشط هاشتاج كاظم الساهر في الطائف حتى وصل قائمة الأكثر تداولا في تويتر. افتتاح سوق عكاظ لم يطغى فقط على قائمة الأكثر تداولاً على تويتر، بل جاء أيضاً ضمن قائمة أكثر ما بحث عنه السعوديون على جوجل. نتابع. وللحديث أكثر عن التفاعل مع أخبار سوق عكاظ ونقل الأجواء لنا من هناك ينضم إلينا مراسل العربية حسن الطالعي. أهلا فيك معنا يا حسن ويعطيك العافية. إذا تحكي لنا عن الأجواء عندك. والله الأجواء يا سارة بصراحة هنا يعني إذا كان في السوشيال ميديا والعالم قاعدة ترسل مقاطع وصور من سوق عكاظ، اليوم تفاعلكم أعتقد أنه صوره حتكون أكثر، لأن راح ندخل بعد شوي المكان بيرجعنا ورا كثير، يعني من الشخوص اللي موجودة، يعني في إن شاء الله الوضع بيكون أحلى وأحلى. عموما بشكل عام سارة، بدأوا الناس بشكل كبير يمكن تقريبا من قبل ساعة من الآن بالتوافد على، طبعا بحكم اليوم الأول في سوق عكاظ، ما شاء الله أعداد كبيرة جدا جدا. أنا الآن موجود في إحدى الفعاليات أو أهم هذه الفعاليات اللي هي فتيان عكاظ. فتيان عكاظ باختصار شديد هي تتعلق برموز الشعر العربي من الأسماء، أحد الشعراء الظاهر بيرحب فينا. أهلا وسهلا. يعني ماني عارف تحدث معاه سارة بالعامية ولا بالعربية، لأنه هنا تحدث كله بالعربية. خلاص هتحدث بالعربية. أهلا بك. سأتحدث بالعربية، سأحاول أن أتحدث معه بالعربية. أهلا ومرحبا بك، أراكم هنا تستقبلون القادمين إلى هذا المكان فتيان عكاظ. فتيان عكاظ، من هم فتيان عكاظ؟ أهلا وسهلا بكم، نحن هنا في خيمة فتيان عكاظ نجسد الشخصيات الموجودة في سوق عكاظ، ولكن للصغار نحاول أن نبسط هذه الشخصيات لسوق للأطفال بحيث أن يمتزجوا مع هذه الشخصيات ويكونوا في مخيلاتهم هذه الشخصيات. هذه الشخصية التي تقوم بها الآن هي قس بن ساعدة؟ نعم، أنا قس بن ساعدة الإيادي، صاحب أشهر خطبة في سوق عكاظ، وهو فصيح عكاظ، ولدينا في هذه الأركان راوي عكاظ وطبيب عكاظ وتاجر عكاظ وصائق عكاظ، وعندنا هنا مرسم عكاظ والاستديو عكاظ وهنا متجر عكاظ. هذه الأركان الموجودة لدينا في هذه الخيمة. وكيف هو تعاطي الأطفال الصغار مع هذه الرموز من الأسماء القوية في سوق عكاظ؟ كيف تراهم بصراحة مع أول يوم؟ جدا جدا مبهج. من بعد صلاة العصر كان هناك إقبال شديد من الأطفال ومن الكبار، ونحن نستهدف الصغار ولكن الكبار صاروا علينا أكثر من الصغار، فجدا جدا جميل. تلقون نوعية الأسئلة التي تتلقونها منهم؟ الأسئلة نوعيتها من أنت؟ ماذا تريد؟ من أين أتيت؟ هل أنت سعودي؟ هل أنت أجنبي؟ هذه هي أسئلتهم. وبكل بساطة نحن العرب، نحن العرب أتينا إلى سوق عكاظ لكي نقيم اللغة العربية ونحافظ عليها لأنها لغة القرآن. أحسنت، شكرا قس بن ساعدة، شكرا جزيلا لك. إذا هذا المشهد أيضا، كل هذا المكان فتيان عكاظ يرصد سارة كل هذه التفاصيل التي تحدث عنها قس بن ساعدة. زوايا أخرى أيضا سارة في
جادة عكاظ يعني التراثية، نعم، أو الجادة الثقافية لكل منهما نشاطه الخاص. في تفاعل كبير، هناك تفاعل كبير حقيقة من قبل الزوار، ومتوقع جميل أيضا جداً يزداد العدد أكبر، نعم، وأكبر. جميل جدا يعني حسن، سوق عكاظ من لم يزر سوق عكاظ عليه سيخسر شيء كثير على الأقل من، نعم، الأجواء التي تعطي روح صحيح وهوية سوق عكاظ كما كان. جميل جدا، نحن اكيد حنتابع، نعم، معك خلال الايام القادمه طبعا في كثير من الفعاليات. بالتأكيد ايضا بالتأكيد. نشكرك على وجودك معنا. كان معنا مراسل العربية الزميل حسن الطالعي.